عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن اجتماعا هو الأول من نوعه بعد أزمة الغواصات الأخيرة بين البلدين. وأكد ماكرون أهمية وجود استراتيجية أوروبية في منطقتي الهندي والمحيط الهادئ وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب مع واشنطن. أصيب عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط المسجد الأقصى، واندلعت المواجهات بعد منع جنود الاحتلال للمدنيين من الوصول إلى مقبرة اليوسفية. وفي الضفة الغربية اعتقلت الشرطة 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة بعد حملة مداهمات واسعة. ألغت مطارات العاصمة الصينية بكين مئات الرحلات الجوية وشددت شروط التنقل عبر أنحاء الصين لمواجهة بؤر جديدة لوباء كورونا، كما أعلنت السلطات عدم تخفيف القيود الاحترازية، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات ببعض المدن. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مما وصفه بالكارثة المناخية التي يسير إليها العالم بسرعة، وأكد غوتيريش ضرورة أن يعمل زعماء مجموعة العشرين لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال تخفيف الديون وتعزيز وصول لقاحات كورونا إليهم، كما دعا المسؤول الأممي إلى وفاء الدول الغنية بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة العالم النامي على مواجهة التهديدات المناخية المتزايدة. أدت رياح شديدة في مدينة ملبورن وعبر ولاية فيكتوريا الأسترالية لانقطاع الكهرباء عن أكثر من 450 ألف منزل، فضلا عن تدمير الأراضي الزراعية. وقالت السلطات إن الأحوال المناخية السيئة أدت أيضا لانقطاع خدمة الإنترنت عن 125 ألف أسرة وتعليق خدمات القطارات. نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من الحقوقيين والإعلاميين والدبلوماسيين والهيئات القضائية داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، وذلك بمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمركز الذي تم إنشاؤه وفقا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. افتتحت شركة تنمية الريف المصري الجديد مشروع مزرعة كنوز سيوة التي تقع ضمن أراضي المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان في واحة سيوة، وتعد المزرعة هي الأكبر في الإنتاج الزراعي والحيواني، كما أنها تستهدف إقامة عدد من مشروعات الصناعات المكملة كإنتاج الأعلاف والسماد واستخراج الزيوت.